أعرب مجلس الشورى عن خالص التهاني وتبريكات يد المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك لنجاح موسم الحج إلى هذا العام وإتمام الحجاج مناسك الحج وسط تسهيلات وإجراءات وفرتها جميع الجهات في المملكة الشقيقة. وشهد مجلس الشورى بالمتابعة المباشرة من قبل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه للحجاج الذين توفدوا لأداء مناسك الحج من مختلف الدول الإسلامية، مؤكدا أن هذه المتابعة تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على تأمين الحجاج وتوفير كافة التسهيلات التي تضمن للحجاج أداء المناسك في أجواء من الحماية والأمن والاستقرار. وأكد مجلس الشورى أن خادم الحرمين الشريفين وجميع المؤسسات والهيئات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يحرصون على وضع الخطط المحكمة والمتطورة، ويسهرون على راحة الحجاج بدءا من وصولهم إلى المدينة المنورة وحتى انتقالهم إلى مكة المكرمة، ومن ثم الوقوف على صعيد عرفة والمبيت في المشعر الحرام انتهاء برمي الجمرات والمبيت في مشعر منى. وأشار المجلس إلى أن الإنجازات المتلاحقة التي تسجلها السعودية من خلال إدارتها الحكيمة لشؤون الحج والحجاج لا ينكرها إلا من وضع على قلبه غشاوة، مؤكدا أن المملكة الشقيقة فتحت أبوابها أمام جميع المسلمين لأداء مناسك الحج وحشدت كل جهودها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن. هذا ونوه مجلس الشورى بالجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الجهات والمؤسسات وخاصة رجال الأمن والقوات المسلحة من أجل حماية الحجاج وتقديم كافة سبل الرعاية والاهتمام لهم.